طبعا أمس بالليل سألتكم عن هذا الكولكشن، أمبيا ما تتخيلون إيش كثر مدحولي المنتجات بالتعليقات، فمن أمس متحمسة إن أنا أجرب هذيلة الصابونيات والسنفرات مع الكريم وزيت الجسم، وايد وايد يعني الكولكشن كامل حق الجسم، فالحين بروح أجربه بقولكم رأيي. وايد ترى اشتطيت وتحمست من تعليقات البنات، البنات عندي بالدايركت يانين عليه. على ما ينزل الملك بقول لكم رايي بالكولكشن اللي استخدمته امبي، والله العظيم كل كلمه دزيتوا لي على الدايركت صدق فعلا تنطبق على هذا الكولكشن. وايد يعني شعور حلو، وايد يعني نظافه صح، احس اني الق حاليا امبي. يعني كل شيء استخدمته حسيت ان صدق هذا الكولكشن يكمل بعض. وغير كذي السنفره هي بروحها فيها ترطيب، يعني حتى يمكن ما تحتاجون كريم مرطب، وايد عجيبه السنفره. خليني اوريكم اياها، هذه في 3 سنفرات 3 انواع، هذه عجبتني وايد عندي، هذه توب 1 بالنسبه لي، اللي هي سنفره حليب الماعز والكولاجين حق التفتيح والتبييض، وهم معاها ترطيب. والسنفرة الثانية اللي عجبتني هذه سنفرة السكر بالطين الفرنسي والزبدة الأفريقية، يعني الوصف مالها اوريدي يشوق. خليك شو دش تسبحين الحين. طبعا حاطي لكم طريقة الاستخدام وكل شيء، وحاطي لكم ان السنفرة مثلا من شنو تتكون، كل منتجاتها طبعا اونية، كل منتجاتها طبيعية وهي تسويهم. السنفرة فيها حليب الماعز والكولاجين وفيتامين سي، شوفوا يوم وترك، حاطين لكم طريقة الاستخدام. وايد 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 حبيتها. الحلو فيها انه وايد بنات استفادوا منها وحسوا انها يعني وايد فايدتها كبيرة. يعني اول شيء تبيض وترطب بنفس الوقت، وشوفوا كاتبين لكم يعني مثلا اللي فيها تصبغات وايد راح تساعدك هذه السنفرة، وتشيل اثار الشمس اذا مسوية تان وتبين مثلا خلاص يعني مليتي منه، هذه السنفرة لازم تستخدمينها طبعا، يعني تستمرون عليها. يعني ريحتها شيء ثاني، ريحتها تموت. الكولكشن كله مثل ما قلت لكم، الكولكشن كامل بحليب الماعز. الكولكشن عبارة عن 3 انواع سنفرات وزيت الجسم مع كريم الترطيب، يعني اذا استمريتوا عليهم راح يعني احس وايد راح تستفيدون، وايد وايد. بنات اكتبوا لي تعليقات على الدايركت، وانا دشيت على الاكاونت وشفت ايش كثر البنات مستفيدين من كولكشناتها. والله العظيم اول استخدام من كثر ما هي تين نشوفه طيرت ربع العلبة. وايد حبيت هذه السنفرة، فيها ترطيب، ترطيبها وايد عجيب، وايد تينن من ناحية الترطيب. هي تسوي تقشير حق الجسم، وفيها مثل ما قلت لكم ترطيب. هذه المكونات، طين فرنسي حق انها توحد لون الجسم، شوفوا تعطي نضارة حق البشرة، ترطبها. تستعمل بالتناوب مع السنفرة الكريمية، يعني يا هذه يا سنفر، يعني يا هذه يا السنفرة الثانية اللي بالشكر اللي ما وريتكم اياها، مع السنفرة الكريمية اللي هي اول سنفرة. بنات هالاشياء لازم تكون عندكم، نظافة نظافة نظافة. هذه السنفرة الثالثة، انا طبعا يعني هم مثل ما قلت لكم يستخدمونهم بالتناوب، يعني يا هذه يا اللي قبل شوي، تستخدمونهم مع السنفرة الكريمية. بس أنا من كثر ما أنا يانا على الكوليكشن وايد مشتطة وايد متحمسة من تعليقاتكم، استخدمتهم كلهم مع بعض. شوفوا هذه تقدرون تستخدمونها بشكل يومي. لحظة إيدي قاعد تزلق. هذه صابونية، شوفوا خالية من المواد التجارية، كل منتجاتها طبيعية 100%. هذه تفتح توحد لون البشرة وتشيل البقع والتصبغات، تينن ريحتها.
بعد ما تخلصون من السنفرات تستخدمون زيت الجسم، ويعني بشرتكم شبه مبلولة، ما تكون ناشفة 100%، وهي تحسون للحين شوية متبللة، تستخدمونها على جسمكم كامل. هذا طبعا فيه فيتامين سي، ويفتح ويرطب الجسم وايد 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 عجيب. شوفوا فيه زيوت أورجانيك، أتبي لكم المكونات: فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين اي وايد معروف حق الجسم والبشرة، احماض الفواكه، زبدات افريقية، وايد شي عجيب. هذا من كثر ما ترطيبه عجيب وكثيف. شوفوا يعني استخدمت شوية، يعني شوية يكفيكم حق كل الجسم والبشرة. هذا طبعا فيه فيتامين سي، في حليب الماعز، في بودرات تفتيح، يستخدم يعني شوفوا فيه أمبولات نظارة، يستخدم يوميا قبل النوم، يفتح البشرة ويوحدها ويرطبها. يعني الريحة شي ثاني، ريحة خيالية، والترطيب مع الزيت يعني البشرة تصير زبدة. طبعا الكولكشن كامل كله حق الجسم، هذا بوكس الجسم كامل. احس ضروري يكون عند كل بنت، خاصة يعني حق العرايس، حق البنات، يعني حلو حق كل الاعمار، وايد حلو حق البنات اللي يحبون يهتمون، البنات اللي يحبون النظافة، اللي يحبون التفتيح ترطيب. البوكس وايد عجيب، وانا اكيد متابعيني يدرون احب هالسوالف اللي تكون طبيعية، واللي تكون مثلا صابونيات مسوينها بالبيت، سنفرات مسوينها بالبيت، احب افضل هالاشياء احسن من يعني احسها مفيدة وفيها يعني تشوفون مفعولها اكثر من المنتجات اللي يعني تنباع مثلا كل مكان، او المنتجات اللي يكون فيها مواد يعني كيماوية. هذه الاشياء كلها طبيعية 100%، وطبعا ما في احد ما يعرف عونية، وايد منتجاتها حلوة. يعني اذا دشيتوا انستغرام انا استانس اقرأ تعليقات الناس اللي مستخدمين منتجاتها، قاعدة اشوف كثر البنات قاعدين يدعون لها من كثر ما هي منتجاتها صح. طبعا عونية دارسة صناعة مستحضرات التجميل قسم الشاور بأمريكا، وعندها شهادات من لندن قسم صناعة مستحضرات التجميل، يعني عندها شهادات ان هي تقدر تصنع هذه المنتجات، مو مثلا يعني توها مجربة او توها مبلشة، لا عندها شهادات معتمدة من لندن وأمريكا. وطبعا هي مدربة معتمدة دوليا في قسم صناعة مستحضرات التجميل، وتسوي دورات في الصناعة. يعني البنات اللي يحبون يشوفون ويتعمقون بهذه التفاصيل، واللي حابين أهم مثلا يبلشون بزنس، أو مثلا يبون يطورون خبراتهم في صناعة مستحضرات التجميل، هي تسوي دورات. أحط لكم أرقام مندوباتها حق أي واحدة حابة تطلب الكولكشن هذا، كولكشن حليب الماعز حق الجسم، او اذا حابين مثلا تشوفون الكولكشنات الباجية اللي عندها راح احط لكم كل التفاصيل. وانا طبعا راح استمر 100% على هذه المنتجات، لان يعني من اول استخدام انا يان على الريحة، يان على الترطيب، يان على السنفرة، فوايد متشوقة ان انا اشوف النتيجة بعيني، فراح استمر على هذه المنتجات، وراح اسوي لكم ابديت تقريبا يعني اسبوعيا، راح اقول لكم ايش كثر انا استفدت منها، وشنو اكثر الاشياء اللي حبيتها، واكثر الاشياء اللي فادتني. انستغرامها عالم ثاني، والله انستغرامها عالم ثاني، وايد تصور المنتجات الطبيعية، وتصور حتى بسنابها توريكم ايه شلون قاعدة تسوي هذه الخلطات وهذه السنفرات، وايد راح تستفيدون منها. اكاونتها بالانستغرام الحين بحطه، وسنابها هم وايد راح تحبونه، توريكم الاجواء هذه وهي قاعدة تسوي الكريمات وشنو قاعدة تستخدم. يعني في اشياء راح تستفيدون منها وتقدرون تسوونها عندكم بالبيت اذا تابعتوها.